اليوم في حصة ليتس بلاي جورنال اللي كنا نحكي ولا ازوس جيمنج تشانل راح نحضر على 5 مسلسلات، 4 مسلسلات حيخرجوا قريبا ومسلسل راهو في التصوير حاليا. نزيد لكم ياسو انريل انجين راكم 5 بيت لي سوبر جو راهم جايين في تعديل سيكريت انفيجن سايلو. وما تنساوش بيان سور فوجواني لي ريزو سوسيو ليتس بلاي بوين اوفيسيال على كاع مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في ليتس بلاي سبيسيال رمضان حبيبي على الهداف بالاثنين والجمعه قبل الفطور كي تكونوا مريقلين هاك شايف باش نقصروا سينما جو فيديو بوب كولتور والايسبور. الوغ جورنال دو جيك هذا الاسبوع نحكي على ازوس جيمنج شانل سوبر ايفينمون للكاميرا والميكرو تاعنا راحت ودارت لا كوفرتور ونزيد لكم لي ميور جو انريل انجين رقم 5 وعندنا بيان سور سينما شريك معنا جيب. كيف حالك؟ لاباس وانت زميلي شارلز؟ سلام زميلي او خايف شابور اليوم الوقت واش جبت لنا هذا الاسبوع؟ دونك حنا نهضروا على 4 سيري راح يخرجوا قريبا، وحده راهي تورناج حاليا. بارك الموسوعه باي. قبل ما نقلعوا مضمون الحصه كي العاده اخبار وتقرايج. عندي ماني اخبار وتقرايج تاع يوم الجمعه مع تحديد جديد لعبه جول اوف وار راغناروك. هاد لا ميزاجور 4.00 معمره بلي نوفوتي متمركزة على لي زيكيبمون وشويه لي زاجوستمون وصعوبه زعماء كيني ما كانوش ديجا واعرين. زيد عليها مود نوار بلون او سورتو ان نيو جيم بلس لي زيد فلا ديفيكولتي باش تعاود مغامره مدرج جديد وتغاردي لي زاكي ديالك. بون اليوم بين اخبار وتقارير سبيسيال لي ميزاجو بيسك اتوميك ارتس السوبر اف بي اس اللي صدر فيفري اللي فاتو كان فري شباب. لعبه تصير احداثها في عالم خيالي واللي روبو دوميستيك يدور على الانسانيه. بريف صباح شعلت لا اكس بوكس وصبت الميزاجو تاع 33 جيجا جبر بلا طاي جلوبال تاع اللعبه. هاد التحديث يسقم بزاف صوالح ويزيد لنا سيرتو ان مود 120 اف بي اس على الاكس بوكس سيري اكس اس والبلاي ستيشن 5. اتسما مور ولونغ دو كانت كالا اتوميك ارتس اللي راهو ينتظر في دي ال سي بروشان ونيميرو 2 بصح دي حكايه واحده اخرى. كنت مريح حتى اون بوند انونس بوبات في التليفون ديالي ميد ان دي سي كوميكس. لي زيماج شابي لاكو تشوفو فيهم تاع فيلم اسمه بلو بيتل مغامرة راح تجي في الصيف الجاي. هاد السوبر هيرو والله ما على بالي من خرج اون توكا يشبه سبايدر مان لا سكارابي وعنده هادوك لي تونتاكول لي يخرجوا من ظهره هذاك الكوستيم اللي خدمه له ايرون مان. المهم بلو بيتل تاريخ اصدار 18 اوت المقبل. اي اخبار وتقارير تاع نهار الجمعه فريناها صحه فطوركم تلاقاو وقتاش موح نهار اثنين. سلام. هاي الحبايب ما تنساوش بيان سور كاع مضمون الحصص هادو تاع ليتس بلاي جوزوا على مواقع التواصل الاجتماعي ليتس بلاي بوان اوفيسيال ما تراطيوش. اي جوستومون نحكيو على لي ريزو سوسيو وعندنا مفاجاه لكم. كنقول لكم افضل صانع محتوى جيمنج 2021 و2022 وكان ضيف الحصه الى تشفاو على ليتس بلاي. مفاجاه غير لكم شوفوا معنا. واش شفت لبس والله اصبرت شنو نديرو بوز. الحمد لله سيدي الحمد لله. شوف ما نطولش عليك بزاف. اول حاجه نقول لك تحياتي لطاقم ليتس بلاي وحبيت نقول لكم من نهار الاثنين ان شاء الله راح نكون انا معكم في الحصه. ايوي ما سبور سبور ما تعجب والو نهار الاثنين ان شاء الله وتقدر تقولوا رمضان وكل حلقه اللي حنقول فيها ليتس بلاي راح نكون انا متواجد وما نقول لكمش لي نخليها لكم مفاجاه. نتلاقاو نهار الاثنين هيا باي. كيما شفتوا بيان سور فايبر شريكي راح يكون معنا كل اثنين وجمعه يجيب لنا كبسوله يحكي فيها يقصر هو يضحك على كل حال ويلعب بزاف لي جو فيديو مع صحابو. دونك لاندي بروشان شريكي ايا جوزو دوكا جورنال دو جيك مضمون فري شباب ويستنى فين. دونك كيما قلت لكم جورنال دو جيك نبداو افيك ازوس جيمنج شانل سوبر ايفينمون ليغ اوف ليجوند اللعبه المشهوره بزاف في العالم. داروا ان ميغا تورنوا 64 لعب فلازا سترايك. حبس شوفوا مقطع وبيان سور نشوفوا من بعد لا سويت على لي ريزو سوسيو تاعنا. يلا ليتس بلاي في رمضان رانا في لازير سترايك تاع شراكا باش ندير لكم كوفرتور تاع ازوس جيمنج تشالنج سوبر تورنوا تاع ليغ اوف ليجوند سهره وطوب اليوم
les produits d'Asus, ils sont là depuis plusieurs années, mais ça fait à peu près, on va dire, 6-7 ans que le constructeur Asus s'occupe du marché algérien. On a voulu participer à ce genre d'initiative, donc organiser un tournoi, offrir des cadeaux Asus, bien sûr. On va essayer encore de continuer et d'impulser cette petite dynamique de e-sport. League of Legends, c'est un jeu qui match tout qu'un raché, qui a 64 joueurs, donc qui a 32 matchs. Alors, les 32 matchs, le premier tour, il y a vraiment en un contre un match gagnant. Il y a 32 joueurs, il y a 16 matchs. Donc, il y a le deuxième match, et le top 16, ce sera le lendemain. Et le plus important top 16, c'est que les idées de un match, il y a assuré qu'il y a top 8 gagnant des cadeaux. Donc, actuellement, il y a les éliminations. Il y a le premier tour, ça sera sur deux jours, Lyon-Mordo, Inch'Allah, le 30 et 31 mars. Concernant Asus, ils sont toujours les bienvenus. Ce n'est pas la première compétition en ligne de l'Aura ensemble. Donc, il y a eu pas mal de compétitions et c'était vraiment une réussite. Nino Jema'a, Al-Haddaf, les réseaux sociaux. Et on remercie surtout Asus Algérie, Laser Strike. شكرا على هذه المبادره وهذا السوبر تورنوا. دونك كما قلت لكم الا حبيتوا تشوفوا كاع الروبورتاج اللي درناه في لاسي سترايك على ازوس جيمنج تشالنج تابعونا على لي ريزو سوسيو تاعنا وتصيبوا كلش تمشريكي. بون دوكا نجوزو رابيدمون انريل انجين رقم 5 بكم بلي هذا الموتور اللي راهو كيش يقولوا ديموكراتيزي في ديفلوبمون تاع لي جو فيديو. دوك نشوفوا مع بعض اهم المشاريع في تنين التكنولوجيا راهم جايين ونبداو باللعبه الاولى اللي هي لاينس اوف فيرز. سلام جو دوغور هذا مخدوم عند لا بلوبر تيم لي بولوني اللي ديروا ميديوم ليكسيلون وراهم يوجدونا بيان سور سايلنت هيل ميك رقم 2 كيف مخدوم انريل انجين رقم 5.2 راهم في نوفيل ميزا جور. نجوزو اللعبه اللي موراها هي بروجيكت او مع عند ان سي سوفت ديجا شوكاونا السمانه اللي فاتت بروجي ام كان فيترين كيف تكنو بالانريل انجين هذا الخطره بروجي او هكذا يسميهم folklore coréen. Donc on va profiter avec le design, avec la direction artistique ou les boss à la Onimusha ou la Wolong, pourquoi pas. Donc je hada raho jay balak had l'am de toute façon programmé à la Steam tsma sahab el PC jouzo l'oubali la bali bzaf chaba ya Black Myth Wukong. Oh la projet hada ya wach nqol lkom Souls like Game Science studio indépendant darina une démo en 2020 باش يجيب بها لي اكسيونير وجابوا بها بزاف لي ديفلوبر ركروتا والغاشي. دونك اللعبه هذه بروغرامي نورمالمون سمر 2024 معناتها في الصيف تاع العام الجاي. عم يقولوا على ستيم لحد الان، لكن سوني راهم يدوروا بلا مارك هذه وربما يخرج على لي كونسول بلاي ستيشن. ندوروا لعبه اخرى هي ماس افكت. شريكي ماس افكت شو ما يعرفش هذا السبيس اوبرا ديفلوبي عند بايو وير والكترونيك ارتس. دونك لو جو هذا يستعمل كيف انريل انجين رقم 5. شوف ما كان اوكون دات نجيب على اللعبه هذه. علاش؟ باسكو شغل بروجي كبير بزاف وراح يخرج معاهم هذاك لو جو ستارفيلد تاع بيتيسدا، دوك راح يكون عنده كونكورون دو تاي. انا على حسابي جو هذا جاي فان جينيراسيون تسمع على واحد 3-4 سنين هكذاك. جوزو لعبه اخرى اللي هي البلايد رقم 2 سينوا ساكرفايس. هاد الجو هذا اللي رانا نستناو فيه كامل وكاع لا بوبولاسيون تاع اكس بوكس يتسنى في اللعبه هذه. انونسي في 2019 نفس الوقت كيما حكاو على اكس بوكس سيري اكس وفيل سبنسر في فيديو جيم وورز جا ورانا ديك لا ديمو تكنيك انريل انجين رقم 5 بيان سور ديفلوبي عند لا تيم نينجا بيتي ستوديو اللي كبر دوكا بالشيكي تاع مايكروسوفت. دونك الجو هذا رانا نستناو فيه بفارغ الصبر. انريل انجين شركه فيترينا تكنولوجيه. نقعدوا دائما في الجيمنج شركه، هذه الخطره نحكيوا على الكونكور تاعنا اللي يجوز في لي ريزو سوسيو بارتنريا مع يوكا جيمنج شركه. ام تهلي ما تقولوا لي والو، كونكور ريزيدنت ايفل 4 ريميك. شكون ربح؟ يسميوه يدير ارم من بجايه يا خويا. شكرا على المشاركه. يا نبعثوا لك الجو يا تجوز انت تجيبك طريق بالك للاستوديو تاعنا ديروا تصويره كيف. انت كان مبروك عليك. ومن بعد نحكيو على لو نوفو كونكور. وي كل سمانه عندنا نوفو جو ليتس بلاي مع يوكا جيمنج. نجوزو دوكا ريبريك سينما تاع الحيط نجيب دوك شويه قلع. نجيب راح تحكي لنا بيان سور على لي سيري اللي انا نستناو فيهم بفارغ الصبر. سورتو نتايا إليك الخط يا الموسوعة. نبداو ديريكتومون بلا سيري سيتادل اللي تخرج ابتداء من 22 افريل في امازون برايم فيديوز. سي اون سيري اكسيون اسبيوناج لي برودويت من عند لي دو ريسو لي فرير ريسو اللي داروا افنجرز اند جيم وخدموا العديد من الاعمال في مارفل ومع نتفليكس اوسي.
بطولة ريشارد ميدن اللي راهم يقولوا راح يكون لو بروشان دوبل 07 دونك تورنيا في بليزير بيي تفضل شفت جوستمون دوبل 07 باسكو انا كي شفت لو تريلر هذا قلت هذا جيمس بوند جديد باين مخلط فاس اند فيريوس وهذاك لاكتور تاع ايترنال سي سا بيان سور اللي لعب ايكاروس وراح يصرفوا عليها ما بين 250 مليون حتى 300 مليون دولار واحده من اضخم المسلسلات والاعمال التلفزيونيه في التاريخ ودوك نروحوا للعمل الثاني اللي هو سيكريت انفيجن لا بروشين سيري مارفل ديزني بلس هذه المره واخر سيري ام سي هذا العام يلا هذه المره راح تحكي لنا على نيك فيري والستوري تاعو مع سكرولز اللي شفناهم ديجا في كابتن مارفل سامويل ال جاكسون راح يولي في دور البطوله ماشي في دور البطوله واحده من الادوار الرئيسيه راح نشوفوا ايميليا كلارك اوليفيا كولمان هذا كامل ابتداء من 21 جوان القادم في ديزني بلس نروحوا للعمل اخر سيلو شريك سيلو احكي لي على سيلو سيلو هذه هي كونسيبت فيها شباب بزاف ادابتي على كتاب تحت نفس العنوان اللي اسمه سيلو اون فيت هذا السيلو هو بالعربيه الصومعه ماشي تاع بليده معناتها السيلولا دوك تفهموا علاش دوك تفهموا الصومعه هذه اللي خبوا فيها القمح جايه كبيره اون فيت هذه شغل سيلو كبير ماشي تاع التفاح وانت خبيت التفاح لا 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 اكل تي في راح راح نخليك مقسمينها في دي طاش وعايشين فيها شغل كومسي باطيمات صحيح مود بوست ابوكاليبتيك دايرين واحد القوانين مزيرين سوا ديزون يحكموهم دونك هاد لا سيري راح تكون بطولة ريبيكا فيرغسون اللي لعبت في ديون العديد من الاعمال وتغني سوبر بيان وتيم روبنز عاودت تيم روبنز انت ما تعرفش تيم لا لا نعرفو شريكي لي زيفادي خويا مورغان فريمان ما تهربش ريح لهنا كمل شريكي نروح العمل الاخر اللي ماشي ولي هذا العام لكن راهو اون تورناج حاليا اللي هو اندور اللي يحكي على شخصيه كيسن اندور هذا المسلسل اللي كان بريكول تاع العمل روغوان اللي دار حاله واحد من افضل اعمال تاع ستار وورز بالنسبه ليا اللي خدموا غاريت ادواردز اللي دار مونسترز ليكسيلون دا كونسيل لكم الى كتشوفوا فينا اي بيان سور دار غودزيلا الريبوت دونك اندور مازال شويه باش نرقدوها اون بعد اندور با انكور دونك اندور بطلة دياغو لونا نجح الموسم الاول راح يديروا موسم ثاني وراهم تورناج حاليا بيتيتر يخرج العام الجاي نكملوا بلاصي اللي كنا فيها بزاف شافت اللي هي نقدر نقولوا اول سيكول تاع لا سيري ذا ووكينغ ديد خامس مسلسل ووكينغ ديد ورابع سبين اوف في هذا في في هذا الفرانشايز ذا ووكينغ ديد دونك واسمها ديد سيتي وبطولة نيغان مع ماجي دونك ماجي تولي تحوس على وليدها جو بونس في هذا العمل ابريل الاحداث اللي شفناهم تاع 11 موسم تاع ذا ووكينغ ديد كاتنا من دات شي بونس في جوان تبلي ربي في جوان تبدا جوان ان شاء الله 18 جوان كلش في جوان ابتداء من 18 جوان 6 حلقات فقط وكاين بيان سور لا سيري تاع داغيل كاين بيان سور وكاين معظم لي 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 شوت لي بيهايند ذا سين يوروب لي تورنو في فرنسا حاليا ومازالوا يتورنو حاليا في فرنسا غرقوا ديري انا ما يجيوش مقام شهيد في رمضان ماذا بينا يكونوا شويه ولا غير تجي لاباس تجي بيها الو تخي بيان نجيب بارك الله فيك بالصحه موسوعه كي العاده شريكي الزوم بون الوغ دوكا نونطاميو رابيدمون ناكتيفيو مع لو كونكور تاعنا تاع ليتس بلاي بيان سو على لي ريزو سوسيو وعندنا اون بارتناريا مع يوكا جيمينغ نحكيو على الجو الحين يا خويا نمدوه شريكي هادو سبويلي ها شوف مقبل حكيتي على ديد سيتي دونك شويه علاقه وشنو هو الجو ديد ايلاند الجزء الثاني كنت نلعبوا بزاف ديد ايلاند الاول وراح نمدوا ديد ايلاند ديد ايلاند رقم 2 راح يخرج 21 افريل المقبل على كاع المنصات نفكركم برك بالك ما عرفكمش بلي في الكونكور تاعنا يشمل كل منصات معناتها اللي عنده اكس بوكس اللي عنده اكس بوكس 1 اكس بوكس سيريز بي اس 4 بي اس 5 ماشي بي سي بور لانستون يقدر يشارك باش يربح ديد ايلاند رقم 2 حبايب لحقنا نهايه هذا الموعد نتلاقاو بيان سور نهار 2 ان شاء الله على قناه الهدف بالفطور مع الموسوعه ما تقولناش واش جيب الناس معنا الجاية ياك دونك نخليكم افيك فيديو كي العاده فري شباب خطرا جانا فايبر مقبل دوك جانا كازوزا شريك 50 مليون دالكم واحد لا فيديو فري شابه ويلا حلات نديروها حلقات هكذا كازوزا الا تسمع فيا لي زوم شريكي تلاقاو نهار 2 لي ريزو سوسيو ليتس بلاي بو اوفيسيال ما تنساوش صحه فطوركم البرد شريكي سلام سياحة watch out watch out غير طالين خلصوا لك السياحة صاحبي نقتلهم وندلهم طوقوس تاوعنا هايا بين شو راسك انت اللي كنت شنف غدرت لصاحبي هايا تهلا وين راه اصبر شو زيد شو الدوزيام اروح يا مقصدوش يا الامارات اه يا جماعه
قلبي يخبط 200 في الساعة. ديزاي هكا. ديزاي حطشو حط. عاودوا مورايا. يما. يما. قوي واي ديزاي. قوي واي ديزاي. هاد الطوقوس باش ما يزيدوش يدسرون. يا خلاص. يما قوي واي ديزاي. 10 على 10 عجبتوني.